الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حاليك فرد نذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في سهل وفي مبدي تأول بلا تكلف كبح مدبك لا يدبي وكر زيد أسدا أي كأسد والحال إن عرف لو لا تعتقد تنكره معنك وحدك اجتهد ومصدر منكر حالين يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو حال لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نبي نوم ضائع كلا يغم روح على امرهم مسلسلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبول أمنعه لقد ولد ولا تجز حالا من المضاف إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا ومثل جزئه فلا تحيبا والحال إن ينصرف ينصرف أو صفة أشباهة مصرفة فجائز تقديمه كمسرعا يا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن مع الفعل لا حروفه مؤخرا ليعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا بهجر ونحو زيد مفردا أنفع من عامل معانا مستجاز ليهن والحال قد يجيء لا تعدد لمفرد فلم غير مفرد وعامل الحال بها قد اكد بنحو لا تعذب الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفها يؤخر وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو الرحلة وذات بدء بمضارع عذبت حوى الضمير ومن الواو خلت وذات واو بعدها نون مبتدا له المضارع على مسندا وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما بها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضر صار الحال يؤنث ويذكر تقول جاء زيد في حال حسنة وفي حال حسن الحال قال وصف اسم فاعل اسم مفعول اسم مشبه فضل ليس احد ركني الكلام ليس احد اركان الكلام يحلف ولا يؤثر تقول جاء زيد راكبا وقلت جاء زيد وسكت توفر في الكلام مسند ومسند اليه وهذا يكفي ومع ذلك قد يقتضي الكلام ويكرهه فلا يستغنى عنه نحو وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين لا بد من ذكرهم نصر المرسلين لا بشرين قال ولا تمشي بالارض مرحا لا بد منها انما الميت من يعيش كريبا لا يقال العربي انما الميت من يعيش لا يقول هذا عاقل اذا قد يحيط به ما يوجب ذكره انا اقول الحال وصف فضل منتصب حكم النصب مفهم في حاله اذا قلت جاهز راكبا معناه معنى الكلام جاهز في حال ركوب وشراح النص يقولون لا تنون لانك حدثت المضاف اليه ونويت لفظه مفهم في حاله اي في حال كذا فلا تقول في حال قل في حال كفرد نذهب فرضا حال واذهبوا فعل وفعل مستغفر انا قال الحالي اربع قواعد القاعده الاولى انه منتقل لا ثابت تقول بدا زيد ضاحكا بعد قيس ويسكت جاء زيد ماشيا بعد قيس ويقعد واضح رايت زيد غضبانا بعد قيس ويهدو غضبه ومع ذلك قد تكون ثابته اذا دلت على تجدد صاحبها نحو ويوم ابعث حيا ويوم ابعث حيا الحياه بعد البعث دائمه خلق الله الزرافه بيديها اطول من رجلها لا تدل على تجدد صاحبها طول يديه الزرافه ثابت دعوت الله سميعا صفات الله وهو الذي ينزلكم كتابا مفصلا او دلت الحال على تاكيد مضمون الجمله نحو زيد من ابوك عطوفا هذه الحال ثابته على خلاف الاصل مشتقه اصل الحال اصل الحال ان تكون مشتقه تقع اسم فاعل جاء زيد راكبا تقع اسم مفعول بدا زيد مسرورا تقع صفه مشبهه بدا زيد حسن الصوره بدا زيد شرابا بدا زيد اسرع من عمله مشتقات ومع ذلك قد تكون اسما جامدا مؤولا بمشتق نحو بدت الجاريه قمرا اي مضيئه تثنت غصرا خفيفه سقط المصطلعان عدل العير العدل الحمل على الحمار سقط المصطلعان عدل العير اي لم يتفوق احد منهما على الاخر بل سقطا متساويين
بالعدل أيضا لا متساويين. وتقع الحال الجامدة بمؤولة بمستقبل إذا دلت على ترتيب نحو دخلوا رجلا رجلا أو مفاعلا نحو كلمته فاه إلى في أي متقابضين، أو دلت على تشبيه كبر زيد أسدا بدت الجارية وقمرا، أو دلت على تشبيه أو ترتيب أو تصغير نحو بيعه مدا بكذا المد جامد أي مسعرا. التشبيه ما كرزين أسد أي شجاعا قلنا ترتيب أو تشبيه أو تصغير أو مفاعل أربعة. وهناك صور أخرى أقل من هذه في الحال الموطئة، أو تكون الحال وصلا لصاحبها أو فرعا لصاحبها هذه أقل. وتنحتون الجبال بيوتا، الحال فرعا لصاحبها، البيوت فرع الجبال. هذا مالك خاتما، الخاتم فرع للمال، وهذا ذهبك خاتما، ذهبك خاتما، الخاتم فرع للذهب. هذا ما قوله. وكونه منتقلا مشتقا يغلب، ولكن ويكثر الجمود في تسعير، وفي مبدي تأول بلا تكلف كما قلنا قبل قليل، تسعير وترتيب، تسعير وتشبيه ومفاعلة. المبدي كبيعه مدا بكاي مسعرة وكرزين الأسد الأشجاع القاعدة الثالثة أن الحالة نكرة دائما، أن الحال منكرة دائما. القاعدة تقول جازل الراكبة ولا تقول الراكبة، فإذا جاءتك معرفة اعتقد تنكرها، تقول ادخلوا الأول فالأول أي مترتبين، جاءوا الجماعة الغفيرة، جاءوا جميعا فأرسل العراك معتلكة، جئت وحدك أي منفردا. نقول والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكره معنى أنك وحدك تجتهد. القاعدة الرابعة والأخيرة، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، الأصل في الحال أن تكون نفس صاحبها، وكذلك الخبر، وكذلك النعت. الخبر عين المبتدأ، والنعت عين المنعوت، والحال عين صاحبها. تقول جاء زين راكبا، راكبا هو زين. وعلى هذا لا تأتي الحال مصدرا، لا تقول جاء زيد ركوبا، ومع ذلك سمعت الفاء لا يقاس عليها. قالت العرب جاء زيد راكبا، أي راكبا، اسمعها فقط العرب. وتقول قتله صبرا، وطلع زيد بغتة. قال الكوفية هذا ليس من قبيل حال، هذا مفعول مطلق حذف عامله. طلع زيد بغتة، قالوا يبغته بغتة، قتله صبرا، صبرا قال مفعول مطلق.